TFM سبور شيك أمين جلانزا ماذي ساعتين وسبعة دقائق على TFM. مساء النور، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سبور شيك، حلقة 14 جوان 2024، نهارين يفطرون على انطلاق اللورو كأس أوروبا للأمم. مرحبا بالناس كل يسمعوا فينا على الفريكونس بتاعنا، تحين يتابعوا فينا على السوشيال ميديا، باج فيسبوك راديو FM، باج FM سبور و FM TV على يوتيوب. 24 على 24، حلقة اليوم في البداية الحديث على كرة اليد، باش يكون معنا حارس المنتخب السابق مكرم الميساوي، باش نحكيو على تجربته التدريبية والفوز بسباعية مع نادي الخليج. كريستيانو رونالدو برشا كلام على اللاعب ومنتخب بلاده في اللورو. المغرب يضرب الكونغو بسداسية وإنذار لبقية المنتخبات الإفريقية. جولة أخيرة مثيرة في بطولة المغرب، صراع اللقب بين الرجاء والجيش الملكي، والحسين عموتة يفوز على السعودية ويتصدر مجموعته في تصفية المونديال وكأس آسيا. سبور شيك مساعتين ماضي ثلاثة، مرحبا EFM سبور شيك معكم أمين جلانزا، سفيان بوهليل في الإخراج، إيهاب في EFM TV ومام القربي في السوشيال ميديا. ويحضر معايا اللاعب السابق للترجي الحازر لقب تشامبيونز ليغ 2011 يقود فيلق، وجيل جديد من المدربين، وجدي بوعزي. أهلا وسهلا بك، مرحبا. أهلا وسهلا جلانزا، مرحبا بك، مرحبا بالحضور ومرحبا بالناس اللي يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا على EFM. صافا لاباس انت؟ والله الحمد لله. شنو امورك خويا؟ والله الحمد لله، الحمد لله. نورتكم دابيتود خويا، فرحانين بك. ربي يفضلك، عايش. اوكي، ما جاتش الفرصه تو باش نقول لك ما شاء الله عليك. شكرا شكرا، عايش. بارك الله عليك. والله حشمتوني بالرسائل اللي نتلقاها كل يوم من عندكم، دعم ورسائل كلها محبه ومواد. ويحضر معايا واحد من صناع انجاز المنتخب في 2004 كاس افريقيا للامم الوحيده، المدرب والكوتش سيد رضا جدي. اهلا وسهلا بك، مرحبا. امين، سي توجور ان بليزير. تحيه ليك سي رضا. اهلا بوجدي، عايش. مرحبا بكافه متابعات ومتابعين EFM. برونشي انت توا على اللورو؟ ها، تشجع المنتخب الفرنسي انت؟ مش برونشي. انتظر بشغف كبير كبير هذا الحدث. تعرفش علاش؟ علاش؟ حتى نزيد نتعلم. ريت 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 التواضع نتاع سي رضا ورغبته في التعلم وكل هذيك، هو سر النجاح له. خويا ان ايفينمون كوم سا اون نو بو با لو راتي. طبعا طبعا، خاطر ما يصيرش كل يوم اولا. ثانيا، فيه اعتى واحسن، وخاصه تنظيم من طراز عالي على مستوى عالمي، فلازم نشوفه مش فقط حتى كرويا نراه، وهذا هي الدرس اللي لازم يصير بالنسبه لنا. طبعا. حتى على مستوى التنظيم، على مستوى مادي، كيفاش الاستثمارات وغيره. اليوم تربص بلاش فلوس، عندك ليك انت حتى عالميا بلاش فلوس، علاش ما يراتوا فيه؟ عبارة قلتها طبعا، تربص دون مقابل. واحنا نحكيه على النجاح ونحكيه على الألقاب والمسابقات، موسم تاريخي لحارس المنتخب السابق في تجربة تدريبية كانت ناجحة، 7 ألقاب مع نادي الخليج السعودي، كانت عنده تجربة أيضا في دينامو بوكاريست كمدرب حراس. نحكي له هنا على حارس المنتخب السابق مكرم الميساوي. شنو هو الألقاب؟ السوبر السعودي، بطولة النخبة، السوبر الإماراتي السعودي، بطولة آسيا، دورة الألعاب السعودية، بطولة الدوري وكأس الاتحاد. 7 ألقاب في أول تجربة ليه في الخليج العربي في نادي الخليج السعودي. موسم تاريخي لمكرم الميساوي اللي حاضر معنا مباشرة من البحرين. مكرم، أهلا وسهلا بك، مرحبا وسعداء جدا بحضورك معنا. أهلا أمين، مرحبا بضيوفك ومرحبا بكل مستمعين EFM TV. شكرا ليك على قبول الدعوة، نعرف أنه عندك حصة تدريبية بعد تقريبا 20 دقيقة. نباركولك الفوز بسباعية مكرم، موسم تاريخي النادي الخليج السعودي. حكينا شوية على الموسم هذا، كيفاش كان مكرم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة انتقلت لنادي دينامو بوخارست سنة 2018 ولعبت معها 3 مواسم، بعد دخلت ميدان التدريب في نفس النادي لمدة موسمين مع المدرب العالمي تشافي باسكوال، وبعد حبيت معناها نزيد ناخو أكثر مسؤوليات ونزيد نتطور من مدرب حراس إلى مدرب مساعد ومدرب حراس، وكانت الفرصة الانتقال لنادي الخليج السعودي الموسم هذايا، والحمد لله موسم تاريخي مع ألقاب تاريخية وموسم ناجح على كل المستويات، على المستوى الجماعي كفريق 7 ألقاب، وعلى مستوى الفردي الحراس نتاعنا اللي خذاو أحسن حراس
في البطولة السعودية. بلي مكرب، نحب نستشيرك في حاجة، نحب ناخذ رايك. عندي أنا خبير وكرونيكور ديما يقول أنه حارس المرمى ما ينجمش يكون مدرب أولي، هو محمد سليتي، وأكيد أنت تبع في تصريحات محمد سليتي، صحيحة ولا لا؟ بون، تنطبق في كرة القدم وكرة اليد ولا لا؟ اسكو حارس ما ينجمش يكون مدرب، تقتصر مهامه على مدرب حراس فقط أم لا؟ أعطيني رايك في النقطة هذه. فنان دينامو بوخارست، المدرب اللي اشتغلت معاه اللي هو تشافي باسكوال، واحد من احسن المدربين في العالم، واللي درب 12 سنه نادي برشلونه وفاز معاه بثلاثه او اربعه بطولات اوروبيه. كانت البدايه نتاعو مدرب حراس في نادي برشلونه، ومن بعد خلاه هو زمام الامور للفريق، معناها ودرب الفريق. الحقيقه معناها ماهيش صحيحه الحكايه هذيا، يمكن توا ما نجمش نتذكر مدربين اخرين كانوا مدرب حراس، لكن فما زوران هكا ولا كان حارس مرمى دربك في المنتخب زوران، توتا زوران اللي دربنا في المنتخب، اللي هو واحد زاد من احسن المدربين في العالم، منتخب يوغوسلافيا كان مدرب حراس. دونك معناها ماهيش صحيحه اللي مدرب حراس ما نجمش يكون مدرب اول. به مكرم، بعد الموسم هذا وانت حكيت على دينامو بوكاريست، ممكن اللي ما يتابعوش كره اليد ما يعرفوش انه الفريق هذا يلعب المسابقات الاوروبيه ويلعب الشامبيونز ليج ويلعب الادوار الاولى حتى، ويدربوا باسكوال اللي هو اسم كبير وخدمت معاه انت على اثر التجربه هذه. مكرم ينتقل لمنتخب البحرين، أكيد المنتخب البحريني اللي عنده اسم كبير في القارة الآسيوية وتوج بلقب آسيا ذولي ضد قطر 2015 حاجة هكا مكرمة، كان مانيش غلط 2015. منتخب البحرين هو دائما يلعب النهائيات نتاع آسيا، وهو المسيطر أكثر عدد بطولات في القارة الآسيوية. وبعد ما كملت مع نادي الخليج الموسم، اتصلوا بي الاتحاد البحريني باش نشتغل في الفترة هذه مع منتخب الشباب ومنتخب الناشئين، وان شاء الله في الفترة القادمة معناها باش نكون متواجد مع الفريق الاول. الحقيقة قبلت على خاطر يمكن فما بروجي مشروع، انا دخلت طول ندرب في الفريق في السينيور، معناها كوسوسوا في دينامو بوخارست او في نادي الخليج السعودي. لقيتها فرصه معناها باش نعاود نرجع شويه في الفورماسيون نتاعي، والحقيقه صغروني صغار معاهم، معناها قاعد عامل برشا جو، قاعد معناها الحاجات اللي في مخي نحب نطبقهم ونحب نجربهم، معناها قاعدين نجرب فيهم، وان شاء الله معناها عندهم بطوله اسيا فريق و البطولة العربية وبطولة آسيا، وإن شاء الله معناها نخلي البصمة نتاعي في المنتخب البحريني. تحب ولا تكره المنتخب البحريني هو معناها واجهة لكل المنتخبات والفرق في قارة آسيا. به مكرم، جاتك عروض من تونس مثلا؟ نعرف أنه أنت مكرم علاقتك طيبة مثلا بمسؤولين نادي الإفريقي الجامعة التونسية لكرة اليد، فماشي كلام هكا على عودة مكرم إلى تونس؟ والله المنتخب لا ما كلمنيش، ان شاء الله تو واحد كي يجي وقته معناها يكون موجود مع المنتخب. النادي الافريقي مش ما كلمونيش حتى ما سالوش، ولا معناها ما خداوش رايي ولا كل شيء. والحقيقه معناها مستاء انه نحي لي انا الحين تو مدرب، لكن انا واحد من ابناء النادي الافريقي، وحتى كان ما نجمش نعطي الإضافة في الوقت الحالي خاطر موجود أنا في الخليج، حتى نجم ننصح نجم نعطي كلمة باهية وكل شيء، لكن ما ثم حتى كونتاكت، ومانيش أنا باش نفرض روحي على النادي الإفريقي، اللي يخدموا ربي معاهم وبونشونس لهم. بو انا من منبر هذايا مكرم نقول لك واصل خويا في تجاربك الناجحة في الخليج العربي في أوروبا، و تونس الحقيقة توا حاليا ليماج والصورة ليست بجيدة، الرياضة كلها مش كرة اليد، كرة اليد التونسية تراجعت بصفة ملحوظة، يظهر لي منذ 2020 منذ نهائي الكان اللي خسرناه ضد مصر، انت كنت حاضر في كان 2020
كنت موجود ممكن شامبيونات دو موند 2019 ايضا كنت حاضر، كانت مقبول، كانت طيبه، تاهلنا للدوري. امين كما فزنا على منتخب مصر في دوره 2018 اللي كانت في الجابون، خسرنا معناها، والخساره داخله في كوره، الربح والخساره في الكوره. لكن الجينيراسيون هذيك خسرت لقب، لكن من بعد خسرناها الكل الجينيراسيون معناها، بعدت الناس الكل. ايه الخطوط العريضه، ليش التراجع الرهيب يا مكرم؟ عليه وعودتني بصراحتك ونعرف انه ما عندك حتى مشكل، معناها تنجم تذكر الاسباب، تنجم تقول لي جروند ليني والخطوط العريضه. احنا قعدنا بعاد على البروفيسيوناليزم بالكلام. اول حاجه في البروفيسيوناليزم لازمك توفر الظروف، لازمك تخلص العباد، لازمك توفر الشهري، لازمك توفر تجيب مدرب باهي وتعطيه عوامل كل نجاح ومن بعد تحاسب اللاعبين. الرعونيه والزهر ما عنده وين يوصل. الشيء هذا اللي قعدنا في تونس، لاعب تقريبا مش قادر 3-4 شهور وتحب يركز وتحب يجي يلعب 100% وكل شيء، الحقيقة سعيد برشا. أنا تفاجأت الحقيقة هوني في السعودية، مش إمكانيات، بس تحس ثم نظام وثم عباد تشتغل وتحاول تجتهد وقاعدة تتبع في اللي زيت فيروس نتاع الأوروبا هذاك عليه في التطور هذاك عليه قاعدين. حتى المدرب اللي اشتغل معاه توا في النادي الخليجي السعودي ديمتريوس اللي هو فايز بالكاس الأوروبية معناها دي آكل أثيني معناها واسم كبير وكل شيء. دونك احنا قعدنا بالعاطفة أكثر وبالمحابات أما قعدنا بالعاطفة في بيننا معناها الكهرباء كما نصبوا لهاش ليسونس نحبوها تجري في 120 ولا في 130 الورك، لازمك معناها توفر الظروف الكل وشوف تنجح ولا ما تنجحش. بلاي تو مثلا في الجينيراسيون تاعك في جيلك مكرم، قداش كان عندنا من لاعب محترف مثلا في الليغا باسمه؟ معناها تشوف انت مونبولي شكون كان هاززها؟ نيم مثلا وقت هيكل، ايفري وقتها، شو اسمه الجوشي، والله نسيت اسمه، غاب علي الاسم، لريدروا مثلا، بوسنينا مثلا، اي معني كانوا لاعبين مكر مؤثرين. تو ما عادش عندنا محترفين ساعه مؤثرين، تكونوا واضحين بخلاف درمول ممكن، ما عادش عندنا، المستوى تراجع بصفه رهيبه. حراسه المرمى مثلا في السنوات القليله الماضيه كنا نحكيوا على اصيل النملي، اصيل النملي ماذا حدث؟ اصيل النملي ما نعرفش، كان انت على تواصل به، حارس عنده امكانيات، الناس كلها تتفق انه حارس عنده امكانيات، شنو صار؟ انا تكلمت مره واعطيت راي معناها تونس كامله تبعتني في المساجات وسبان وكل شيء، انا رايي هذاك كان صحيح معناها في بطوله العالم اللي كانت في السويد وكل شيء. اصيل حارس كبير معناها، لكن لازم يفهم اللي الرياضه معناها كره اليد ماهيش لعب في التيران بركه، لازم برا الثيرة ولازمك تعرف كيف تعيش مع المجموعة، ولازمك تعرف تقبل قرارات المدرب، ولازمك تكون أقوى برا الثيرة أكثر من اللي أنت في الثيرة. معنا احنا كنا ثم ديسيبلين وكل شيء. اليوم الحقيقة حسب ما شفت قرارات معنا المكتب الجامعي وتغيير المدرب، اعطيني رايك مثلا في القرار هذا، تغيير تغيير المدرب وتعيين مثلا محمد علي صغير، انت كيفاش ترى القرار هذا؟ والله انا اللي فهمته اللي معناها كان القرار على خاطر ثم مشكل نتاع ماديات وماناش نجمو نجيبو، ماناش قادرين ان نجيبو مدرب اوروبي يتكلف معناها برشا، خاطر ثم مشكل ماديات في الجامعه وفي الوزاره وفي الوضع العام نتاع تونس. انا مع مدرب التونسي، لكن ضد انه نبعدوا جينيراسيون كامله على اساس التشبيب، خاطر ما تنجم تشبب وما تنجم تلعب تطلع لاعبين صغار الا ما يكونوا معاهم دي كادر اللي معناها يأطروهم واللي يحميوهم واللي يسهلوا عليهم الثنيه معناها، ويحكي لهم على الاغلاط اللي صارت قبل في المنتخب. انا ضد انه معناها نبعدوا شويرف ومن بعده بوغاني ومن بعده حسني ومن بعده هذا الناس الكل،
هذوما معناها مازالوا عطاو ومازالوا يعطيو ومازالوا قادرين انهم يعطيو للمنتخب. حبينا وكأنه نمسح الأخطاء الكل في اللاعبين هذوما، لكن كما قلت لك أنا الحقيقة بطولة أفريقيا اللي خسرناها في تونس صحيح معناها خسرناها ونتحمل المسؤولية جواريت وستاف تكنيك وستاف معناها الناس الكل، لكن مش معناها مش يتفجر الفريق كامل على خاطر خسرنا لقب في تونس. واضح، شكرا لك. كان من الممكن نستحق كان من المز... كان كان من الممكن نستحفظوا على الفريق هذاك الكل، ولو اني لليوم معناها نقول اللي غلطه كبيره صارت انه غيرنا توني جيرونا، خاطر اشتغلت مع مدربين برشا في المنتخب، لكن توني واحد من احسن ثلاثه المدربين اللي اشتغلت معهم في المنتخب. معناها كنا نلموا ليكيب ونعرفوا اللي الخساره موجوده، واللي اوكي خسرنا كاس افريقيا، لكن الجينيراسيون هذيك والمدرب هذاك لعبنا خذينا ميداليه فضيه في تارافونا الالعاب البحر الابيض المتوسطي، فزنا بالبطوله الافريقيه في الجابون، ترشحنا للدور الثاني وكملنا يظهر دوزيام ولا تريزيام في الشامبيون دي موند دوزيام. دونك كنا الجينيراسيون هذيك معناها نجموا مع بعض العناصر الصغار اللي دخلوا للمنتخب، اليوم راهو عندنا فريق كبير كما المنتخب المصري الحين. بيلون محترم الحقيقة، توني جيرونا كي خرج مشى لشاختخ ومشى يدرب في المنتخب السربي، عمور خضيرة هاو في شاختخ، دونك يبدو انه خطا كبير كما ذكرت يا مكرم. تشوف مستوى البطوله فما لاعبيه ممكن لعبوا معاك ولحقوا تراجع مستواهم ومازالوا يلعبوا في البطوله التونسيه، هذا يدل على ضعف البطوله وحتى السيستم والنظام الحقيقه غير مقنع. شكرا لك مكرم، نتمنى لك الحظ السعيد في تجاربك في تجربتك مع الاتحاد البحريني لكره اليد وتجاربك المقبله. شرفتنا 7 ألقاب موسم تاريخي مع الخليج السعودي، شكرا ليك، نتقابل ان شاء الله لهنا في تونس، تجي حدانا ونعملوا حصه خاصه بكره اليد التونسيه. فاصل وراجعين. يلا احلى غاديو ماضي ساعتين و25 دقيقه على اي اف ام، هذه سبور شيك لورو، باش نحكيوا على منتخب البرتغال. شهدت سيريدا ووجدي شفت عديد النجوم السابقين في الكرة الأوروبية يحكيوا على كريستيانو رونالدو، الآراء متباينة ومختلفة، فما شكون يقول لك البرتغال دون كريستيانو أفضل، فما شكون يقول لك كريستيانو لازم يلعب. كريستيانو رونالدو لم يكن أساسي في مباراة كرواتيا، كان على البنك وخسر المنتخب البرتغالي 2-1، البارح لعب ضد إيرلندا سجل دوبلي. كريستيانو رونالدو صاحب الأرقام التاريخية، كريستيانو قبل 30 عام وجدي سجل 52 هدف، بعد 30 عام سجل 78 هدف طبعا مع منتخب البرتغال، دونك كارير اخرى بعد ال 30 سنه. الاسطوره كريستيانو رونالدو يصل الى الهدف 78 ليه مع البرتغال منذ دخوله العقد الرابع، يعني بعد 30 سنه 130 هدف في مسيرته مع منتخب البرتغال، ارقام خياليه للاعب اللي عنده بعد 30 هدف 432 بونتو. تصور انت معناها في بين بعد 30 سنه عنده 432 هدف بين فرق ومنتخبات، ارقام كبيره، ارقام كبيره، ملاعبي كبير، ملاعبي اسطوره بالحق، معناها مش اسطوره بالكلام. كل ما تقدم في السن كل ما قاعد يعمل في دي ريكور كبار برشا، حتى بعد ذهابه للدوري روشن السعودي قاعد يقدم في مستويات كبيرة برشا، أهداف بالجملة، تنويع في الأهداف، يعني أهداف كبيرة برشا الحقيقة. لاعب في المنتخب اليوم اللي يقيم اللاعب لازم يلعب ولا ما يلعبش هو المدرب بتاع المنتخب البرتغالي، هو اللي يشوف اللاعب يلعب ما يلعبش حاجة أخرى. اليوم نشوفه في اللي ماتش الأخرانيين اللي ماتش أميكو بتاع المنتخب البرتغالي، المدرب قاعد يجرب في دي شيما تكتيك وبيان دي ديسبوزيتيف تكتيك، قاعد ينوع يجرب في ماتش ميكو باش يلقى التركيبه المثلى للورو هذايا. كريستيانو رونالدو بدا في بعض المقابلات وبعض المقابلات الاخرى لقى روحه على الدكه كما يقولوا على بنك الاحتياط. نتصور شوف وجوده من الاول، وجوده على بنك الاحتياط هو بلوس للمنتخب،
خاطر لاعب لاعب مثالي، لاعب لو يلعب من الاول سيرمون باش يحسها. هو بالنسبه لي هو مش يلعب من الاول كي مش يدخل من بعد، لاعب يربي، لاعب يحب يلعب اساسي. اكزاكتومون. انت كمدرب، انت نحطوك انت في بلاست مارتينيز، وجدي بوعازي في بلاست مارتينيز، باهي هذا في بلاست مارتينيز، سالير ممتاز، جرايه في الوقت، قل لي شنو القرار اللي تاخذ؟ والله يا جلنزا انت واللي تدفور نتاع اللاعبين نجم تحط لك في بلاست مدرب، معناها ما يحس باللاعبين وما يعرف الجاهزين تاعهم. جبت الكابتن هذوما نسلم عليه، هاك تعلموا شويه. جبت الكابتن هذوما تو عملت بيه، تعيش مع الجروب وتعرف الحقيقه. لكن تصوره بالموجود شكون في البوست هذيك، اتاكون فما كريستيانو وفما جونزالو راموس، جونزالو راموس اللي يلعب في 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 البي اس جي. نتصور انه كريستيانو رونالدو معناها ينجم هو يكون المهاجم رقم واحد للمنتخب البرتغالي في اليورو ذي. سيريدا، ما رأيك في كريستيانو رونالدو؟ هل يكون أساسي أم على بنك الاحتياط؟ تحب الإجابة؟ نحب الإجابة بيان شو. الإجابة أعطاها كريستيانو رونالدو من المباراة الأخرانية، قال لك هل يريد أن يكون على الدكة ولا يكون أساسي؟ وقت اللي لاعب سامين شنو هي مشكلتنا احنا القاعدة الدور تو الجمعة هذه الكلها؟ جوان مشكلة، جوان نهاية موسم، مباراة في جوان مشكلة كبيرة للناس الكل. السيد كان في فاكونس، كمل الدوري السعودي، مشى في فاكونس، نهار الجمعة يدخل مع المنتخب يعمل مباراة أساسي، يسجل فيها زوز أهداف. أكثر من ذلك أن ساق اللي يلعب به هو في عمره 39 سنة وأربعة شهر، مولود في فيفري بيانتو 40 أهبط بنسق، يعني انت انسان مازال جيعان كي دخل ليكيب ناسيونال بور سا 6ييم اورو، ربحها لورو، هز الكومبيتيسيون، يعمل ديكلاراسيون بعد الماتش يقول اون غارد لي بي سور تير مي اون ا لو دووا دو ريفي. بلاش الريف. اثنين، السيد هذايا وقت اللي تشوفه وتتبعه في الدوري السعودي، لا موتيفاسيون نتاع لاعب وصل عمره 39 سنه، الالقاب، شاف كل الالقاب، ما خلى حتى لقب ما هزوش، كان كاس العالم كان كاس العالم اي كومبري لي بالون دور اللي تقريب خمسه هز. تشوفوا موتيفاسيون تاعو في الدوري السعودي، يلعب ضد ابها، ضد الاخدود، ضد فريق كيما الخليج اللي هما من تحت الطابلو، اللي اوسي موتيفي كو لوسكو يل جو كونتر الهلال والا ضد اتحاد جده والا ضد اهلي جده. شو معناتها؟ أنا كي نسمع ونقولوا اللي فترة جوان صعيبة على الناس الكل، ومباراة صعيبة والناس مخها في اللي فاكونس، اليوم يجيك الإجابة من عند لاعب محترف بيتم على الكلمة. يهاب يقول لك بكي كي خسر التيتر. بيان إيفيدامون، أنا جيتي لا جلي فيو. الراجل معناتها في البيلانتيات ما تتصورش كيفاش كان حريص، لأنه كان عندهم أسبقية ومن بعد رجعت الهلال وهزوا. بعبارة أخرى، لو فوتبول اليوم سهل جدا، الإنسان اللي يعطي لكرة القدم ما تستحقه وخاصة يكون محترف ويقوم بشغله كما يجب، الإجابة تكون على الميدان. وأنا متأكد لونشينمون اللي عمله في البونتو الأول بعد باسمون دو جامب وتير افيك لو بي غوش، يسجل هدف 10 دقائق بعد افيك اون سول توش دو بال في عمره، هو يسجل الهدف الثاني، ثم كانت عنده الفرصة باش يكون ثلاثة أهداف كاملة، منهم واحدة مخالفة كان ذكرش في سافو دي كوا. تعرف شو معناتها؟ معناتها راهو يا ناس سي فري، هو انا موجود ومازلت راني في فورم. لا انا مش اكثر من ذلك، اللي يهمني مش هو هو لو كونفيرم. انا جو فو تيغي لي لوسون كيما قلت لك في بدايه البرنامج. اليوم احنا يا مساكني يا فرجاني يا جو دي اونيكمون سي دو لا بور نو با اون سيتي بلوس. لو فوتبول نا با دي ليميت كونت اون اي موتيفي كونت اون فو الي تري لوان. لاج ني با ان اوبستاك. خذوا كريستيانو رونالدو ك اي مش معناتها باش تكون انت كيف، وما قلتش الكلام هذايا، مي توتي رولاتيف شويه منه. لا توتي رولاتيف. تونس ماهيش البرتغال، دونك اليوم البرتغال عنده شانس كبيره في بول فيها طبعا تركيا وبلجيكا واوكرانيا. تشيك تركيا تشيك عفوا تشيك تركيا واوكرانيا جورجيا عفوا يسون عندهم اليوم ان شانس كبيره باش يكونوا على عرش الكاس الاوروبيه. منتخب البرتغال بالضبط وجدي فيه اسماء هجوميه مرعبه، عندك رافائيل لياو هز الميلان على كرايمو، رافائيل لياو، جواو فيليكس، انا يعجبني ياسر جواو فيليكس منجري انه الاكسبيريونس مع البارسا ما يشتكي الكل. فما ملاعبي كيما فرنانديز كيما ملاعبي كبار قادرين يحذوا الفارق في اي
لحظة وجدي، مرشح ترافو فوق العادة منتخب البرتغال صاحب لقب 2016 ضد المنتخب الفرنسي في الدوري النهائي. بون بالاسامي هذوما بالستار الكبار يلعبوا في اكبر الانديه العالميه، من نجم يكون كان مرشح. بون مرشح فوق العاده لا، خاطر فما منتخبات وفما اسامي اكبر من الاسامي هذه الحقيقه، لكن اسامي هذوما يلعبوا في في برشلونه، في مان يونايتد، في برناردو سيلفا، في المان سيتي، لاعبين كبار الحقيقه. لياو في ميلان، دونك كريستيانو رونالدو. منتخب برتغالي كل ما دخل الكومبيتيسيون كل ما كان هو من بين المرشحين اللي نجموا يمشيوا لبعيد. ولي ميساج اللي كان يحكي عليها نتاو استاذ نتاع كريستيانو رونالدو في 40 سنه، لي ديكلاراسيون نتاعو هذوكم سون دي ميساج لي جوور اللي معاه، لي جوور لي جون جوور، لي جوور اللي معاه، معناها حب يوصل لهم، معناها انه هما يعرفوا انه هو قدوه، هو اكزامبل، لكن ديما يذكر ديما يذكر انه معناها لا جامي نجموا نقدروا نفوزوا بالاورو هذيا. دونك الحقيقه المنتخب هذا مرشح باش يكون باش يمشي لبعيد وباش يكون الحقيقه مرشح باش يفوز بالاورو هذيا. من الاسماء الاخرى اللي ما ذكرتهاش مثلا فيتينا لاعب بي جي، فيتينا روبن دياس مدافع المان سيتي، كانسيلو كانسيلو دالوت زاد ايضا مينديس لارير غوش نتاع البي جي، مينديس ولو انه دفاعيا ماهوش لاعبين كبار، لاعبين كبار لاعبين كبار برشا الحقيقه، ويلعبوا دي تيتولير انديسبونسابل في الكلوب نتاعهم بيبي كلهم. معناها بيبي الاسطوره بيبي قداش عمره بيبي؟ 42 سنه 41 وشويه ما شاء الله. دونك الحقيقه سامي كبار ينجموا، معناها المدرب محظوظ قد سليتي بيبي سليتي اكبر معاهم هذوليك، مدرب محظوظ مارتينيز محظوظ، عنده فريق كبير، فريق كله نجوم ينجم يمشي بيه لبعيد الحقيقه. لو انه تعقيب صغير راه شوف اونتير با اونتير جامي لي لوسون في تونس جامي د لا في قالت لي ذا ما جامي ما نطلحوش انا ذي قلت قبل باش نقعد ديما نقول فماش امل قوي باش نصلحوا. لا امل لا تحكينا على كره اليد مش صلح ما نصلحوش ما نصلحوش بالحق والله ما نصلحوه. في شويه تفاؤل واش ديما تي لا اختف نكذبوا كيفاش نتفائلوا باش ندخلوا في الشعبوي اونتير جامي دي لوسون خاطر غلطين مشينا ماشيين في سرحنا في ثنيه غلطه كبيره 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 برشا. دونك نشوفوا اكزامبل كريستيانو رونالدو معناها انا والله راولك ما نحبش والله ما نحبش نرجع فما موضوع ما نحبش نخوض فيه اصلا الكلام تاع جوان وفتره تاع جوان صعيبه تي انا صعيبه تي الراجل قال لك شيخ دي فاكونس نتاعو وجا تخلع عمل مركز بونت والسلام عليكم وحاضر وما تكلمش وكان ترينا وكان ترينا فتره رمضان صعيبه زاد فترات كل صعاب بداية الموسم صعيب والله نقول لك حاجه نقول لك حاجه انا اللوسون الوحيده سيري ذا اللي 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 خذيتها في الكوره وفي الرياضه في تونس انه احنا ناسيون ماناش نتاع كوليكتيف ماناش نتاع سبور كوليكتيف احنا نجم نكونوا كان نتاع سبور انديفيديوال ما عندناش روح المجموعه ما عندناش ليسبري دو جروب ما عندناش فماش حاجه اسمها ناسيون دو جروب جامي دو لا في في كل شيء وتو الموضوع ظاهره وكبير نجم نخوضوا فيه برشا ما فماش ما مصلحه واحده في مجموعه ما فماش في الهونت في الفوت هو 2004 كان في مجموعه في الفوت في سيري 2004 في اللاعبين في الاطار الفني في المسؤولين ما نجموش ما عندناش روح المجموعه يا خويا كل واحد يضرب على مصالحه باهي موضوع هذا الحقيقه ديسكوتي تويليس عادل الشادلي انت تعرفه مليح في منتخب جورجيا مدرب مساعد لويليس انول سيواجه كريستيانو رونالدو تحكي انت وعادل ساعه عادل تحكي لانه الحقيقه يمثل تاريخ نائر في منور في الاكيب ناسيونال ان شاء الله ربي يوفقه. ما فات حكيت لنا على الميكيري حكينا مع هذا عادل الشادلي هل ريت فيه منذ بداياته ممكن البروفيل نتاع مدرب كبير عادل تعرف شنو فما عنده خاصيه ونتصور اللي موجوده عنده كمدرب باش تقعد له هي لونديرونس مونتال في اعتى الحالات وقت اللي تبدا فما صعوبات نحكي في التيران il garde toujours l'envie ou la détermination. نتذكر ضد المغرب تذكر مليح اخر ماتش في الكاليفيكاسيون pour la coupe du monde 2006 الهدف الاستثنائي الكره اللي دخلت في الشبكه سونتراج اللي سونتراج تاعو هو في بالك ولا à ce moment là قبل ما يسجل الهدف on était éliminé في بالك ولا لا يعني كنا out يعني عادل قبل الهدف il a gardé toujours l'envie d'aller vers l'avant ou toujours la persévérance ou khassan hatta fi les valeurs physiques ntao c'est des valeurs très élevées en termes d'endurance ou hadiya tactique l'endurance mentale akid anno adel fi masirto kamudarrab natsawr il va transmettre ce paramètre là les joueurs li baish maahom akid lano le vécu dayman mohem bennesba li mudarrab lma ykon ando vécu fi terrain
البرتغال انت كنت تحكي حبيت نعرج شويه فقط على امال البرتغال في الترش في الوصول الى النهايات وخاصه الفوز باللقب هذا. تعرف شنو عندهم؟ عندهم حاجه هامه جدا هو لو سيستيم دو جو اللي يلعبوا به التروا كتروا اللي ما فماش برشا في اوروبا نحكي. ايزون دي زيكسونتري وانت كنت تحكي عليهم كو سوا كانسيلو ولا كذلك مينديز. مينديز سي دي جون كي سون تري تري اكسبيريمونتي رابيد والفريق اللي يبدا عنده من نوع هذا اشخاص في الاطراف هكا انا نقول لك الى جانب طبعا العوامل الهجوميه اللي مش توا باش نثنيو عليها اي بو الي تري لوين خاطر او ميم طون ايلي فور اوفنسيفمون اي او ميم طون ايلي كابابل دتر تري فور ديفنسيفمون في منطقه متقدمه وهذيك لو سيكري سي كو l'équipe portugaise parmi les rares équipes qui défendent très haut ils sont capables de d'avoir le ballon في الشطر الثاني طول الوقت هذا من شأنه أنه يخليك تكون فاعل في الكوب دوروب وتمشي لبعيد انا من رايي هذا ثم حاجه اخرى في البول تاعو الى لا شانس دات لو بروميير انا كنا نحكيو على ليكيبات بما فيهم جورجيا ونحترموا عادل وان شاء الله ربي يخليه يمشي لبعيد لكن امام تركيا وجورجيا وش اسمه والفريق الثالث تشيك يمكن والمباراه الاولى امين المباراه الاولى تاع ماتش يلعبوها نهار ثلاث مع تشيك دونك لو بلو فبتيت لو كونكورون لو بلو كورياس اللي باش يلعبوا له هو تركيا نتصور تركيا في الجوله الثانيه به هذا فيما يخص اللورو من اللورو باش نمشيو الى منتخب عالمي اخر منتخب وجه انذارا حاد اللهجه الى كل المنافسين في القاره الافريقيه سيستضيف طبعا كان القادمه مبدئيا حسب كل الأخبار باش يكون في جان في 2026 لأنه تحط كان في سيف 2025 حاجة مستحيل به منتخب المغرب في مباراة مفروض تكون خارج بلاده لكن يلعب في أكادير ضد الكونغو الكونغو اللي تستضيف المغرب في أكادير في مدينة مغربية كي تحل مثلا في الاسكور تلقى تيران نوتر 6-0 من المنتخب المغربي وناحي افتتح النتيجة شادلي رياض الكعبي سجل الثالث الكعبي سجل الرابع الكعبي سجل الخامس وسفيان رحيم يسجل الهدف السادس منتخب مغربي معزز بنجوم كبار معزز بزياش بدياز الكعبي بن صغير لاعب موناكو وناحي لاعب لوام حكيمي على الجهة اليمنى عطيت الله على الجهة اليسرى نايف أكرد ياسين بونو منتخب الحقيقة قوي ياسر على الورق تشوف الأسماء تشوف النتيجة البارح 6-0 وجدي هل وجه المغرب انذار حاد اللهجة للجميع بعد فوزه 6-0 هل تمكن الركراكي من فك شفرة المنتخبات الأفريقية نعرفون المغرب عانى في الكان الأخيرة يعاني في بعض المباريات مباراة زامبيا مثلا اللي فاز بها 2-1 بشق الأنفس عمل تعادل مثلا مع موريتانيا في مباراة ودية مؤخرا فاز على أنغولا كيف كيف بشق الأنفس 1-0 اليوم منتخب المغرب فهم المنتخبات الأفريقية كيفاش تلعب فهم السيستيم فك الشفرة وجدي ولا وهون يحكينا في الـ في الـ في البلاتو ذي على فتره التشكيك اللي تعرض لها المنتخب المغربي خاصه وهو يفوز ويفوز 1-0 ما صاب تعرضنا لفتره التشكيك هكاك نحن زاده بالبسمه كيما هكا وبريزولتا كيما هكا بالضبط وانا من واحد من الناس قلت لك وقتها قلت لك حكايه فارغه شيء هذا منتخب بعيد عن المنتخبات الافريقيه منتخب بعيد سنوات ضوئيه على جميع المستويات انديفيديوالمون اي كوليكتيفمون اسامي كنت سامي فيهم توا اسامي كبار برشا اسامي ممكن اكبر حتى في من ناحيه الاسم من برشا لاعبين مش يلعبوا لورو تو في منتخبات كبيره ياسر او معناها تضاهي بعض الاسامي انت كي تقول تو ابراهيم دياز ولا تقول ما نعرفش ما برناردو سيلفا ولا عادي جدا معناها تحط منتخب المغرب في لورو عادي تبقى في نصف النهائي اشرف حكيمي ولا كانسيلو ولا معناها يلعب واحد يلعب في البرشا واحد يلعب في البي اس جي حكيمي افضل من كانسيلو بيان سور في ريجستر معين خير منه برشا الحقيقه منتخب كبير برشا شوف عنا مشكله احنا مشكله في المنتخبات العربيه اذا كان حتى تفوز ب 1-0 0 ولا 2-0 وانت قبلها في الشانس اللي قبلها معناها كنت مشيت لبعيد معناها تولي فتره شك وفتره تشكيك ويقوم المدرب يولي معناها عندهم الحق في النقد نتاع اختيارات المدرب لكن في التجريح لا معناها المدرب وصلوا معناها حتى فما بعض لي كونفيرونس دو بريس الصحفيين في الاسئله استفزاز برشا استفزاز المدرب لكن المدرب عنده الحقيقه من الذكاء اللي نجم يخرج من الأسئلة كل مدرب وطني مدرب رجراجي مدرب وطني مدرب مغربي يعرف كيفاش يخول للملاعبيه الكل ملاعبيه كبار في الاسم ومدرب يعرف كيفاش ياخوها شو الفرق معناها
ويجري الجروب كما يلزم، وهذاك الحقيقه سر نجاح نتاع المنتخب هذا. ما يغيبش عن الناس الكل انه المنتخبات الافريقيه واي منتخب باش يواجه المنتخب المغربي باش يحضر الدوبل والتريبل، باش يقول لك انا قدام وكيف تلعب بالدفاع بيان سور، قدام انا قدام الارمادا الكبيره نتاع اللاعبين الياس بالصغير، ابراهيم دياس، حكيم زياش، ايوب الكعبي، يوسف نسيري على البنك، اسمه يلعب في ليفركوزن، عادل اسمه عدلي، ياسين عدلي، معناها لاعبين كبار. واحد يتوج بطولة ألمانية، واحد يتوج بالدوبلي في ألمانيا، واحد كلهم معناها، والمدرب يعرف كيفاش يجاريهم. أي فريق باش ينكمش دفاعيا، وذاك الصعوبة وذاك الخدمة نتاع المدرب وين تظهر. أنت باش تلعب كونتر أن بلوك ديفونسيف، أن بلوك كومباكت، أن بلوك ديفونسيف، ظهر لي الخدمة نتاعك، والخدمة مش في المقابل، الخدمة في التمارين. معناها وقت اللي تحب تحل أن بلوك ديفونسيف وتتعدى سور لي كوتي، تتعدى في البروفوندور، وتتعدى أونتر لي ليني. البارح راهو التحركات تاع منتخب المغرب، تغييرات تحركات تاع لاعبي المغرب، رسم الكعب الاساسي مثلا، اي تدرس تتقرى. معناها كي تقول ان ريليور، تقول اوناحي، ولا تقول ميليو اوفنسيف، يبدل ساعات زياش ولا ابراهيم دياز، وين يقفوا وين يستلموا الكره، معناها اونت لي ليني في ظهر لي بيفو نتاع ليكيب ادفيرس، معناها هذاك شنو لازم يكون. هذاك شنو لازم يكون، معناها كي تقول جوار كولوار الياس بالصغير ولا زياش ولا ابراهيم دياز وقت اللي يبدا سولي كوتي ولا حكيمي ولا عطيه الله لاعب ممكن نجم يكون لاعب الاهلي جديد ناش مي صحيح، معناها هذاك اش معناه ان كونترام لاعب يفسخ. والانيماسيون معناها حاجات تدرس. البارح منتخب كبير، منتخب ما نجموش نقارنوه بحتى منتخب افريقي، نقارنوه بمنتخبات الاوروبيه الكبيره زاده، لكن منتخب نحن والجزائر ومصر وكل بعد توافق واش دير الراي انه منتخب المغرب بعيد سنوات ضوئيه على منتخبات شمال القاره، على المنتخبات الافريقيه كل، ويقارن بالمنتخبات الاوروبيه؟ نحترم رايه جدا، لكن ما نوافقوش على مدى كامل. صحيح منتخب عنده امكانيات رهيبه وهذا مما لا شك فيه، لكن نعطيك بعض المقارنات وتفهم علاش. قداش عنده من نقطه المغرب تو في البول تاعو؟ المغرب قداش عنده من نقطه؟ 10 نقاط صح ولا تونس قداش عندها من نقطه؟ عندهم 9 المغرب، ثلاثة على ثلاثة. إيه واحنا قش عنا من نقطة؟ نحن عن 10. يعطيك الصحة. نقاط من قدم المباراة. من أربعة. إيه. يعني مباراة أخرى رغم اللي إحنا ما نتقارنوش معهم من ناحية المردود، وصحيح وعنده الحق. يعني هم مركوا 10 سيري ذا. تيه سنة. مش مسلك عاد، ما زين مش عطيك دوتر بوان. هذا نحكي لك إحصائيا. ثم شوف لما تلعب على مستوى التصفيات صحيح. سيان كلوب ولا سوين ناسيون. كي بوري دو كاليتي دو جوور، خاطر اللاعبين نتاعهم ينتميوا لدرجه اولى في البطولات الاوروبيه، يلعبوا دي تيتولير دون دي كرون كلوب كي جو لي برومي تابلو. حكيمي احسن مثال. لكن لما توصل للنهائيات، وهذا الاهم، احنا تونس توا كيس كون فو سي كون فو افوار اون ناسيون كي كابابل دو ديفي لي غراند ناسيون في الكوب دي موند. مش نترشحوا نحن كوب دي موند السيري ده ديفي لي غراند ناسيون، سي كي فو كونسترويز اون ايكيب بروغريسيفمون باش توصل لهذاك. كان باش ترشح كيما ترشحت مره فاتت وتروح، فوميو نقعدوا هوني الواش ماشيين، شنو باش تقعد تعمل ديسيبسيون واحده اخرى وتقول يا ليتني ما مشيت. ماهو اون فو من اليوم نخدمه تدريجيا، فماش ما ربي يجيبنا في السواب ونوصله، ما نقولوش كيما المغرب، اما المغرب مش كلته كيفاش نخدمه تدريجيا؟ اعطيني في لي غروند ليني، اعطيني لي غروند ليني ونيفو ليكيب ناسيونال، كوره عموما كل، سهل جدا سهل جدا، نجم تخدم ليكيب ناسيونال وما تخدمش كوره؟ لا نجم خويا تنجم. يزي من الشعوذة قاعدين تشعوذوا. اون ايكيب ناسيونال سا سكونستروي بيير بار بيير، حجره بحجره. C'est la rigueur, c'est avoir un sélectionneur rassembleur de personnalité qui fait travailler, qui ne parle pas beaucoup, qui l'aime à un staff qui travaille jour et nuit. Une sélection, ça se construit من خلال المباريات الودية وخاصة من خلال التورنوا بال الثقافة بالكولتور. نقول أعطيني الاسم، أعطيني الاسم اللي تراه أنت قادر أنه يكون منتخب. يونا بلا، يفو مات لي مويان. يونا بلا، أعطيني ثلاثة أسامي. تي برشا موجودين. أعطيني أسامي. جيب فلوس تو جيب. أعطيني أسامي. يودي أن سيليكسيونير. قال لك البودجي 50,000 دولار. كي ناحية البودجي 50,000 شهرين. تي غير اسمع هذا كلام مش معقول. تعرف علاش؟ خاطر البودجي ما تتحكمش فيه أنت. أنت تحت لواء شكون؟ تحت لواء الفيفا ولا؟ اي شنو معناتها المغرب تعطي مش عارف انا 150,000 دولار وانت تعطي 50,000 دولار؟ المغرب اغنى منا، اغنى منك من عند الملك. ما لا نو تو كومبار با فيك، اقعد في بلاصتك وقول ما عنديش كوره.
ايكوت سي كوم سا لو فوتبول اللي كوم سا. بعباره اخرى يا اما تدخل السوق نتاع الفوتبول وبامكانياتك وكذلك بطاقاتك وبالكولتور تاعك وتعمل شو اسمه لا كونكورونس ولا تقول راهو انا خاتيني وما تبداش تقول لا والله والنجم وعملنا قبل هذا ما عادش تاكل راهو توا تلمو يا دي ديتاي في الفوتبول سي كو تو سا دو ايت بريباري. انا حكيت لك على معناتها كيفاش تتحضر ايكيب ناسيونال باه انت نعطيك حاجه بسيطه تفضل. وقت اللي جبت روجي لومير ونجحنا اسم كبير هز كوب دوروب خلاف جبته بالفلوس يا معلم ما جبتوش بلاش راك قداش وقت يتقاضى روجي ما نعرفش كونترا 70000 دينار مبلغ انا ما نعرفش الوقت هذاك لا فالور دو كونترا ايتي تري امبورطانت اون كومباريزون دي كونترا دي سيليكسيونور في العالم اجمع واضح دونك ما جبتوش بلاش فاهم الكلام اللي نحب نقول نعرف جرايه مرتفعه وكو تو تو مي كوم دي زوغ بيان سور واللي بيجيبو يلزمو يستحق. اثنين يزي من كل حد يعطي في رايه في ليكيب ناسيونال دون فاسون اربيترير مش معناتها ما نحكوش على ليكيب ناسيونال نحكيو بالعكس لكن لي ديسيزيون دواف تيتر ا ليشيل دو سيليكسيونور اي دو سون ستاف وخاصه في وقت نعطيك مثال وحكيته هنا في البلاتو نعاودوه لك الجزائر اي سون سور لا بون فوا ميم سي ايزون تروفي دي ديفيكولتي في الماتشات الاولين جابوا ان ستاف اي ان سيليكسيونور دو تري غراند كاليتي انا عايشته مشيت حضرت وشفته كيفاش يخدم وحكيت معاه وحكينا وعملنا سيمينار وحكينا كان يريني في المدرب كان يدرب في سويسرا وكان يدرب في لاتسو لا اكثر من ذلك اللي يهمني اكثر لا فاسون دونت يل ترافاي يخدم بريغور يخدم بمنطق يخدم بديسيبلين دار كل الفرق ايضا هاو مشى للمولوديه هاو مشى شباب اول خطوه وعملها اول خطوه عمل قراءه لما عليه كره القدم في الجزائر بسلبياتها وبايجابياتها وملعبها الباهيه والخايبه وسيد سويت دونك هذاك تقييم اولي ثم اللاعبين اللي اختارهم خدام البطوله اللاعبين اللي يستحقوا بليز اوموا في الفتره هذه يمكن مش باش تلقاهم غدوه في الكوب دي موند لكن اوموا الى دوني لا شونس لونفي ا توت اون بوبولاسيون قال لهم راهو في ممكن هذا في حد ذاته علامة إلى أوفر لا بورت pour les gens qui ont le besoin et surtout qui ont la possibilité d'aider l'équipe nationale. ده شو عندي في نرجع للمغرب. المغرب c'est une grande équipe. Ce qui lui manque في تقديري المتواضع ومن خلال تجربتي المتواضعة la rigueur défensive elle est pas de mise. واليوم ضد الكونغو c'est vrai elle a fait tout ce qu'il faut. Leur problème c'est que tellement ils sont sur l'offensif c'est que par moment ils laissent beaucoup de brèches خاصة في l'autre compétition وهذاك اللي صار لهم في الكوب دافريك الأخرانية. يعني أنا في تقديري إن شاء الله الرقراقي يفيق بالجانب هذايا ويعمل cette culture qu'on a entre guillemets à nous la rigueur peut-être beaucoup plus défensive beaucoup plus importante elle est très liée au Maghreb non seulement فعل في الماتشات هذوما لكنه حاصين على مستوى المرمى نتاعه في لاوت كومبيتيشن نقصد بها كان والا الكوب دي موند. هو شوف نقول لك حاجه هو كتبنا عندك كيف ناسيونال عندك ثوابت وعندك قوه في حاجه وعندك دي لاكون في حاجه بركه عاديه حاجه مش حاجه عاديه جدا انك تبدا عندك ناسيونال كيما المغرب اوفنسيفمون قويه فور برشا وعندي دي لاكون ديفنسيفمون تتصلح لكن يا خيبه المسعى تبدا ما عندك حتى نقطه قوه والكل هني قد ضعف هذه حاجه تحكي على شكون انت تحكي على تونس بيان سور خاطر دخلنا في مقارنه سيري ذات تدخل في مقارنه لا تجوز بالمره دخلنا في احتساب النقاط اركو حاجات هذيا معناها ما لا تجوز المقارنه ما تجوز المقارنه فما حاجه في الكوره فما حاجه اسمها النجاح فما حاجه التطور التطور افضل من النجاح على جميع المستويات انا خويا جو بريفير اسال تونس الكل واسال الناس اللي تبع في الشان الرياضي اما خير كما قلت انت عطينا تاو نترشحوا كهو لا غلط خويا نترشحوا بال استنسنا لا لا هذيك الغلطه هذيك علاش انا ما عنديش امل تحكي علي انت باش نطوروا استنسنا خويا نترشحوا معناها كيما جات وبعد فسخ وعاود واللي بعده نترشحوا وكيما جات فسخ وعاود واللي بعده وبيان خويا اون كونستروي اون ايكيب ناسيونال معناها على قواعد صحيحه على قواعد علميه الناس الكل تحب تتفرج في الكوره نتطوروا ومن بعد النجاح باش يولي كبير هذاك اهم شيء اما خير احنا نترشحوا ونروحوا من تولولاني نترشحوا ونروحوا من تولولاني ولا امين معناها نصنعوا كيب ناسيونال تعرف تلعب كوره حتى اذا كان فما اشاك في دورة لكن انا متاكد معناها على مستوى بعيد النجم نقدروا نكونوا كيب ناسيونال كيما المغرب وننجحوا ونوصلوا عندي ليكزامبل عندي المثل والليكزامبل اسويفر الحقيقه فاصل احلى راديو ماذا ساعتين وثلاثة وخمسين دقيقة وعلى ذكر المدرب الناجح والثورات في عالم كرة القدم اللي يحكي عليها سيريدا وجدي ونعرف اللي تحكيه هكا برشا عاطفة وبرشا باسيون في نفس الوقت
الحقيقه حتى حد ما عاجبه وضعيه الرياضه التونسيه، وضعيه منتخب كره القدم ولا منتخب كره اليد ولا كره السله، تراجع رهيب معناها في الرياضه التونسيه. عندنا شويه نوارات كما قلت انت سبور انديفيدويل وكهو الفتره الحاليه هكا الوضعيه. نلخصه، المدرب الناجح هذا هو الحسين عموته. حسين عموته مدرب صنع من منتخب الاردن منتخب تخشيه كل القاره الاسيويه، تربح السعوديه في السعوديه وتتصدر المجموعه في تصفيات كاس اسيا والمونديال تصفيات مزدوجه، وتلعب فينال كاس اسيا في قطر كان ما جاش ضد منتخب بلد منظم كان ينجم يربح. هذا اكزامبل سويفر مثلا وجدي تشاترني ولا ليه مدرب مدرب محترم مدرب اللي اون تران دو فير سي بروف، قاعد يقدم، قاعد ياكد المستويات وصل لها هو مع المنتخب الاردني. مدرب رانا في عده محطات، رانا الوداد، رانا منتخب الاولمبي المغربي، رانا المنتخب المغربي، رانا فريق السد القطري. اللي شفناه في كاس اسيا الاخرى وصول المنتخب للدور النهائي الفينال خير دليل على الشيء اللي قاعد يقدم فيه حسين عموتة. الكونفيرماسيون جي توا في تصفيات كاس اسيا اللي هي باش تقام في السعوديه 2027، ينتصر على المنتخب السعودي في السعوديه ويفتك منه المرتبه الاولى. مش حاجه سهله. مدرب يعرف ايش يعمل، ان ديسبوزيتيف وبيان شيما تكتيك بيان ديتيرميني، لاعبين ممتازين، لاعبين ابليكي سول تو لي بلون، قادرين الحقيقه. وفما ممكن نسبه كبيره من اللاعبين معناه مهاريا ما همش كبار، لكن الحقيقه ملعبيه ابليكي سا كونفيرم هوني. اون بريفير ديما بالنسبه للانترونور ماذا بينا نلقاو دي جوار تكنيك في ليكيب، مي اذا كان فماش دي جوار تكنيك اون بريفير دي جوار عندهم لاعبي بركه معروف عالميا موسى التعمري لاعب مونبولي اللي هو فور بوسيبل ماشي الاهلي المصري زاده من مونبولي ماشي الاهلي اي في بلاست بيرسيتا هو فور بوسيبل ماشي الاهلي المصري. اللاعبين الاخرين ينشطوا في بطولات خليجيه في قطر في السعوديه نعرفش عندهم ولا سي رضا لاعبين في السعوديه الدرجه الاولى في الدرجه الاولى هاي. دونك لا الحقيقه منتخب قاعد يكونفيرمي من مقابله لمقابله وقاعد يتقدم بالقدام مع المدرب حسين عموته. سيري ذا الاردن والمسيره الورديه لحد الان مع حسين عموته. شوف عموته في تقديري هو الايماج نتاع التواصل وخاصه معناتها لاستابيليتي الاردن في وقت من الاوقات راهو كان باش يتنحى في بالك ولا قبل الكاس اسيا وي وصل الوقت باش يتنحى كاريمون وتراجع رئيس الاتحاد وخلاه وعمل الباركور هذاك ثم واصل الى وين وصلت الاردن توا رغم تواضع اللاعبين اللي عنده كما كنت تحكي انت مقارنه باللاعبين السعوديين اللي ينشطوا جلهم ما بين الهلال والنصر والفرق الكبرى السعوديه. الحاجه الاخرى السيد هذايا عنده خاصيه هامه جدا وانا عجبتني تسمعش ميزا بار لي ماتش وقت اللي يعمل دي ماتش كبار ولا في لي غران زيفينمون تسمعش بيه ساكت يا با ترو دو بارول وقت الانسان يخدم في السكيت راهو اتاكد اللي باش ينجح فهمتني. هذه الحاجه الثانيه. الحاجه الثالثه نول ني بارفي دون سون بي. السيد هذا منبوذ في بلاده راه تنحى في بالك اضطرت من معرفش من المنتخب الاولمبي وقتها من المنتخب الاولمبي معناتها باش تفهم اللي تو بو ريسير على ليترونجي وما تنجحش في بلادك. الحاجه الرابعه وهذه المباراه نحب نرجع لازمك تعرف اللي عمل 28% دو بوسيسيون الاردن في المباراه هذه يعني تقريبا ما كانتش الكره عنده لكن باش نجح بهجه هامه جدا يوريك اللي ما تستحقش باش يكون عندك جوارات كبار باش نجم تكون الاول ولا تتصدر لا نجح بالترانزيسيون رابيد دو بوت sur des transitions ou zouz sur déviation de balle واحدة سنتراج تعمل déviation وتدخل في مركمة المنتخب السعودي. الحارس يتغير لأنه أصيب تاع المنتخب السعودي والهدف الثاني كيف تسديدة من خارج المنطقة déviation في الديفنسور وتدخل المرمى. دونك في بعض الأحيان كي تلعب على إمكانيات فريقك وتلعب الكتلة الدفاعية والانتقال السريع على ترانزيشن رابيد تنجم تنجح وتنجم حتى تتصدر مجموعة كيما عمل عموتة. دونك الفضل مع عموتة شنو سي كي لا كومبري لي مويان دو سي جوار قدراتهم ويلعب على قدرات اللاعبين تاعو خلاه لا فقط يتصدر المجموعة كيما قلت انت وباش يلقى روحه في كأس آسيا وكذلك ربما مترشح لكأس العالم لكن باش يلقى روحه خاصة في نهائي كأس آسيوية ونتذكر مليح اللي كان ينجم كان نجم يتوج باللقب في حين أن المنتخب السعودي اللي خسر البارح
اللي ما فهموش المدرب الايطالي مانشيني انتقادات عديده لمانشيني اللي قضى 28 مليون يورو سنويا يعطيك الصحه 28 مشكلته تعرف شنو ما قراش مريح لا مونتاليتي اي ليتا ديسبري دي جوار سعوديان عندهم بوريد كاليتي راهو لي جوار سعوديان مي مالوروزمون ما تو بورتو يل فيان دو لا ريغار ايطاليان نعرفوا ايطاليا باش معروفه بالوقايه ديفاي ما هي كانتش موجوده في الترانزيسيون رابيد راهو وصلوا كم مره سوبريوريتي نوميريك للاردن فهذه سيسور انه مانشيني يلزمو يدرسها مليح باش نجم ينجح. شكرا لك سيريدا، شكرا لك وجدي بوعزي. الوقت يداهمنا، كنا باش نحكيوا على الجيش الملكي والجوله الاخيره صراع اللقب بين الرجاء والجيش سبقيه طبعا بالله ملاحظة يعني الفتح وجدة الرجاء الجولة الأخيرة نهار الجمعة غدوا نحكي عليه الحوار بين الرجاء وسكون والجيش الملكي يعطيك الصحة الجيش الملكي ناصر انترونور الرجاء ما نساوش المعد البدني عمر بن ونيس تونسي كذلك الدومي فينال كوب مترشحة فاس والكيب اللي راني فيها كذلك عبد الحي بن سلطان دونك دو تونيزيان على تيت دومي فيناليست في كوب نتاع المغرب وكذلك البدني في فريق امتياز دائما الكفاءات التونسية خارج حدود الوطن. مكرم المساوي كان معنا في اول الحصه مدربي كره القدم طبعا في البلدان الافريقيه والعربيه الكل في تونس في تونس الموضوع معقد نوعا ما. شكرا لك سيري ذا، شكرا لك وجدي، نتقابلوا ان شاء الله غدوه نفس التوقيت بساعتين ماضي 3 في سبورشيك. باي باي. يفهم